السلام عليكم، ازيك حضرتك؟ يا رب تكونوا بخير. احنا ان شاء الله الفيديو ده استكمالا للفيديو رقم 7، ده هيكون الفيديو الثامن وهنكمل فيه الابليكيشنز اللي هي المرتفعات. وفي الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن النقطه الثالثه من الابليكيشن اللي هي حاجه اسمها ريدجز. تمام. طيب احنا في الفيديو رقم 7 كنا قلنا ان احنا بنتكلم في النقطه اصلا رقم 13 في الشابتر كله، اللي هي كانت بتتكلم عن حاجه اسمها اللاند ماركس، العلامات الموجوده على اسطح الاسنان. وقسمنا العلامات دي لحاجتين، يا اما مرتفعات يا اما منخفضات، يا اما elevations يا اما depressions. واتفقنا ان elevations دي هتتقسم ل 3 بوينتس. اول بوينت كانت بتتكلم عن حاجه اسمها اللوب، واللوب دي اتقسمت في النهايه برضه لثلاث حاجات اللي هم مابلون وسنجلون وكسب، اللي هو كان ثلاث حاجات انامل ودنتن وبالب. والنقطه الثانيه كانت التيوبركل اللي هي كانت فقط انامل وموجوده في ثلاث اماكن، يا اما في الميزيولينجوال كاسب بتاع الابر 6 والابر اي، وفي الحاله دي هي اسمها تيوبركل اوف كرابيلي، يا اما على اللينجوال سيرفيس بتاع الانتيريور خصوصا الابر سي، ولو كبرت تبقى تالون كاسب واسمها لينجوال تيوبركل، يا اما في الديسيدوس ابر دي ولور دي على البكال سيرفيس في السيرفيكال سيرد ناحيه الميزيال، وفي الحاله دي اسمها زوكر كاندل تيوبركل. يبقى احنا كده خلصنا من الثلاث مرتفعات حاجتين، لوب وتيوبركل. نيجي بقى للنقطه الثالثه ان شاء الله اللي هي الريدجز. طيب كلمه ريدج سين لينير اليفيشن، اي مرتفع على شكل خط يبقى اسمه ريدج. هنتفق اتفاق ان احنا هنا الاليفيشن والديبريشن قلنا عشان نعرفها محتاجين معلومتين، الشكل والمكان. هنا الشكل ثابت، اي ما اجي اقول لك قول لي اي تعريف من اللي انا اقولهم دلوقتي قول لي لينير اليفيشن، مرتفع خطي. المكان فين بقى؟ المكان هيختلف على حسب نوع الريدج زي ما هنشوف. طيب ريدجز اول حاجه هقولها فيها على فكره هي الديفينيشن، يعني ايه ريدج؟ طيب ريدج ان شاء الله، لحظه طيب هنتكلم فيها عن حاجتين، تعريفه ومكانه. نبدا بالتعريف. التعريف هو لينير اليفيشن، مرتفع خطي زي ما اتفقنا، بريزنت اون، موجود على الديفرنت سيرفيس اوف ذا كراون، الاسطح المختلفه للكراون. طيب المكان بقى، الريدجز دي بتتشاف من ثلاث اماكن، ركز ان كل حاجه بتتقسم لثلاثه. اول مكان في الريدجز ممكن اشوفها لما ابص فيشيال، فيشيال دي يعني هو ليبيال لو كانت سنترال او لاترال او كناين، وبكر لو كانت بري مولر او مولر، يبقى في ريدجز مرتفعات خطيه موجوده على الفيشيال. في ريدجز ثانيه موجوده على اللينجوال، وخلي بالك ان دي خاصه بالانتيريور تيب، يعني ايه يا دكتور؟ طب ما اللينجوال ده بيمشي انتيريور وبوستيريور، لا انا ما اقصدش كده، انا اقصد ان لو جبت الانتيريور وجبت البوستيريور اللي هلاقي عندهم مرتفعات خطيه من على اللينجوال هم الانتيريور بس، يبقى اذا البوستيريور كيس في ريدجز على اللينجوال؟ لا، يبقى اللينجوال دي خاصه بمين؟ بالانتيريور، هم اللي عندهم مرتفعات على شكل خط. وفي ريدجز على كتره موجوده على الاوكلوزال، موجوده فين؟ في الاوكلوزال، واكيد دي خاصه بمين؟ بالبوستيريور كيس. يبقى المرتفعات الخطيه بشوفها من ثلاث اماكن، يا اما فيشيال يا اما لينجوال يا اما اوكلوزال. تعالوا نبدا باول مكان اللي هو الفيشيال سيرفيس. طيب احنا قلنا كل حاجه بتتقسم لكم؟ لثلاثه. في الفيشيال عندي 3 ريدجز، يبقى انا هجيب المرتفعات الخطيه. احنا بنتكلم عن حاجه اسمها ريدجز، وقلنا ان الريدج ده على فكره هو لينير اليفيشنز، يعني مرتفع على شكل خط. وقلنا ان الريدجز دي بتتشاف من كام مكان؟ ثلاث اماكن. اول مكان هو الفيشيال، وفي لينجوال، وفي اوكلوزال. خلينا دلوقتي في اول مكان اللي هو مين؟ الفيشيال. طيب هات لي كل السيناريو ده وابدا ارسمها لي من الفيشيال. طيب اول سنه هرسمها لكم زي ما انت شايف هي السنترال، والثانيه اللاترال، والثالثه الكلاين، والرابعه والخامسه البري مولر، والسادسه والسابعه، وكذلك الثامنه هي مين؟ المولرز. حلو، من واحد لثمانيه اول ثلاثه بقول عليهم انتيريور، والخمسه دول بقول عليهم بوستيريور. يبقى المنطقة دي كده والسطح ده من الفيشيال اسمه ليبيا، والجزء ده اسمه بك. طيب احنا بنتكلم في ايه؟ المرتفعات اللي على شكل خط. تعالوا نشوف. في هنا كام لوب يا دكاترة على الليبيا؟ في ثلاثة لوب والثلاثة تقريبا قد بعض. طب في اللاترال في ثلاثة لوب والثلاثة تقريبا قد بعض. طب في هنا كام لوب؟ في ثلاثة لوب بس الثلاثة مش قد بعض.
مين اكبر واحد؟ الميدل اللي في النص اللي انا هظلله باللون الاسود ده. يبقى اذا المنطقه اللي انا بظللها دي اعلى من اللوب الاول والثالث ولا لا؟ اه. واعلى يعني الاليفيشن. طب هي كده خط ولا مش خط؟ خط. يبقى اسمها ريدج. وهي موجوده على اي سيرفس؟ موجوده على الليبيال. يبقى اسمها ليبيال ريدج. يبقى مين اول ريدج عندي موجوده انا كاتب على الاوفيشال؟ واحد اسمه ايه؟ ليبيال ريدج. طب الليبيال ريدج ده موجود في كل السنان؟ لا، ده في سنه واحده بس وهي الكمان. طيب تعرف تعرف لي الليبيال ريدج؟ اعرف شكله ايه ومكانه ايه؟ ومكانه فين؟ شكله لينير انفيشن، مكانه على الليبيال سيرفيس اوف كراين. ده اول ريدج. طيب نيجي هنا كده، مش دول البريمولر عندهم كام لوب؟ برضه الاكتر عندهم ثلاثه زي الكراين بالظبط، واكبر واحد اللي في النص سواء الفيرست او السكند. يبقى المنطقه دي كده خط ولا مش خط؟ خط. وبما ان اللوب اللي في النص ده ضخم يبقى الفيشن، يبقى لينير الفيشن، يبقى ريدج. بس هنا كنا بنقول ليبيا، لكن هنا بنقول باكر، فهيبقى اسمه باكر ريدج. يبقى تاني مرتفع خط اسمه باكر ريدج. طيب موجود في كل السنان؟ لا، موجود بس في البري مولرز. ويبقى السؤال، ليه السنترال واللاترال ما عندهمش ليبيا ريدج زي الكراين؟ وليه المولرز ما عندهمش باكر ريدج زي البري مولر؟ باختصار، لان هنا الثلاثه لوب تقريبا قد بعض، فما فيش حد اعلى من حد، لكن هنا في واحد اعلى، فالليبيا ريدج موجود فقط في الكناين. طب وهنا ده كل لوب مستقل بذاته وعامل كاسب، فهم اصلا مش ملتحمين عشان يبقى في واحد عالي في النص، ده كل واحد في حاله، لكن هنا في ثلاثه. يبقى اذا السنان اللي عندها ثلاثه لوب على البكر واللي في النص بيكبر فبيعمل ريدج. لو كانت انتيريور يبقى اسمه ليبيا ريدج زي ما حصل في الكناين، ولو كانت بوستيريور يبقى اسمه باكر ريدج زي ما حصل في البري مولر. وسبب تكوين الليبيا والباكر الواحد وهو الجريتر ديفلوبمنت اوف ميدل لوب. يعني ايه كلمه جريتر؟ يعني تضخم. يعني كلمه ديفلوبمنت؟ يعني تكوين، يعني تضخم في تكوين مين؟ الميدل لوب. طب الريدجز اللي انت شايفها دي كلها بتكون فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ لا، الثلاثه دول يا دكاتره بيكونوا فيرتيكال، يعني راسيين. طيب هل في ريدجز ثانيه ممكن اشوفها ارتفيشال؟ اه، شايفين كده المنطقه اللي انا هظللها باللون ده البني ده؟ المنطقه دي يا دكاتره بتكون اعلى منطقه على السطح لبره كده، هي اعلى من الميدل واعلى من الانسايزر، ودي منطقه السيرفيكال، فهي اليفيشن. يبقى المنطقه دي عاليه، تبقى عباره عن ايه؟ اليفيشن. طب هي بالعرض كده خط ولا مش خط؟ خط. يبقى هي لينير اليفيشن. وطالما هي لينير اليفيشن الدكاتره يبقى اسمها ايه؟ اكيد يبقى اسمها ريدج. طب المنطقه دي موجوده فين؟ في الاوكلوزال ولا الانسايزر ولا الميدل ولا السيرفيكال؟ لا، ده واضح جدا من خلال ان انا قاعد برسمه ان هي موجوده فين؟ في السيرفيكال ثيرد. وطالما هي في التولت السيرفيكال فهتاخد اسمه، فيبقى اسمها سيرفيكال ريدج. يبقى المرتفع الخط اللي انا برسمه ده اسمه ايه؟ سيرفيكال ريدج. طب انتم ملاحظين ان هي موجوده فين؟ ايه ده؟ ده موجوده في كل السنان، على عكس الليبيا ريدج اللي كان في الكناين بس، والباكر ريدج اللي كان في البري مولر بس. لا، ده السيرفيكال ريدج ده موجود فين بقى؟ اول تيس. يبقى تالت ريدج عندي على الفيشه اسمه ايه؟ سيرفيكال ريدج. طب السيرفيكال ريدج ده موجود فين؟ اول تي، في كل السنان، وهتفهم حالا ليه لما تشوف الصوره. موجود على اي سيرفيس؟ على الفيشيال سيرفيس. طب في اي تولت؟ سيرفيكال ولا ميدل ولا انسايزر؟ لا، ده موجود فين؟ لو انت ملاحظ كده موجود في السيرفيكال فين؟ واسمه سيرفيكال ريدج. يبقى كده على الفيشيال عندي كام ريدج ممكن اشوفهم؟ قلنا عندي ثلاثه. واحد اسمه ليبيال ريدج، وده كان في الكراين فقط، والثاني اسمه باكر ريدج، وده في البري مولر بس، والتالت اسمه سيرفيكال ريدج، وده في كل السنان. تعالوا نشوفهم بطريقه اقرب. اول واحد الليبيال ريدج هو لينير اليفيشن موجود على الليبيال سيرفيس بتاع مين؟ بتاع الكناين، ده اسمه ليبيال ريدج. لو انت بصيت هنا في الفيديو ده، او خلينا نشوف الفيديو الاول. ثواني. اول ما الليبيال ريدج يجي عايزكم انتوا اللي تطلعوه من الفيديو. ده اللينجوال، ده السنجرام. الليبيا الفور اهو، هو الحته اللي فوق دي يا جدعان. هيجي تاني في صوره اوضح، هتلاقوا ان اللوب اللي في النص حصل له جريتر ديفيلوب، حصل له تضخم. ولما حصل له تضخم اهو، بقى واضح جدا ان في حته في النص عاليه اللي هي
اسمها ليبيال رينج. اسمها ايه؟ ليبيال رينج. طيب حد يعرف يطلعه من هنا؟ اه موجود فين؟ على الليبيال سيرفيس بتاع الكناين. اه يبقى المنطقه دي كده اسمها ايه؟ ليبيال رينج. ها يلا ليبيال رينج لينير الفيشن موجود على الليبيال سيرفيس اوف كناين كناين بس. طيب ثاني واحد عندي اسمه باكر رينج، والباكر رينج ده موجود على الباكر سيرفيس بتاع البري مولر زيه بالظبط زي الليبيال رينج، بس الفكره ان دي سن انتيريور من ورا هنا من ورا الشاشه تلاقي سنجلر، وده بري مولر من ورا هنا بوستيريور هتلاقي كاسب تاني، لكن هما من الفيشل زي بعض. تعرف تطلعه من هنا؟ طبعا اعرف. موجود على الباكر سيرفيس هو المنطقه العاليه دي. يبقى ده اسمه باكر رينج، لكن ده كان اسمه ليبيال رينج. ما اظنش حد هتبقى الدنيا واقعه معاه لو هو شايف الفيديوز بالترتيب. لو انت المصطلحات هي اللي ضايعه منك ومش فاهم ليبيال وباكر، روح شوف الفيديوز اللي بالاول هتلاقي الكلام ده كلام تافه هناك. طيب ثالث رينج بقى كان اسمه ايه؟ سيرفيكال رينج. ده كان موجود فين؟ في اول تي، وهو هنا كده بالعرض بالمنطقه العاليه دي، مش متخيلينها برضه. بص كده على الصوره العبقريه. لو انت بصيت على الليبيال سيرفيس بتاع الاوفر سنترال بتلاقيه فلات ولا واخد كير؟ واخد كير. طب فين اعلى منطقه؟ هي هنا كده تقريبا، يبقى دي منطقه عاليه. طب بالعرض كده هي خط ولا مش خط؟ خط. فهي تبقى لينير الفيشن فيبقى اسمها رينج، وبما انها في السيرفيكال يبقى اسمها سيرفيكال رينج. ليه ربنا خلق المطب ده؟ ليه السيرفيس ده عليه حته عاليه كده؟ لانك لو بصيت هنا لما نقطه الميه دي تنزل، ربنا خلق لنا هنا كده يا دكاتره الجنجمنت اللثه، واللثه دي فيها هنا كده تجويف. انا مش عايز التجويف ده اي اكل يتجمع فيه، فيقوم ربنا يخلق حته عاليه كده عشان الميه او الاكل لما يجوا هنا يقوموا يعدوا من فوق اللثه من غير ما يدخلوا في المنطقه دي، عشان المنطقه دي ما تجمعش اكل ولا يحصل فيها التهابات. فالغرض من وجود السيرفيكال رينج البني اللي هنا ده هو البروتكشن اوف جنجمنت، هو حمايه اللثه. فعشان كده احنا عايزين نحمي اللثه بتاعت سنه واحده، لا احنا عايزين نحمي كل السنان، عشان كده كان موجود في اول تي، ودي كانت الريدجز اللي ممكن اشوفها من على الفيشيال. يبقى الريدجز بشوفها من كام مكان؟ ثلاثه، فيشيال ولينجوال واوكلوزال. شفنا كام على الفيشيال؟ برضه ثلاثه، كل حاجه ثلاثه ثلاثه، واحد اسمه ليبيال ريدج، والثاني اسمه باكر ريدج، والثالث اسمه سيرفيكال ريدج. نيجي بعد كده للريدجز اللي ممكن نشوفها منين بقى؟ من هنا من على الليكوال. وقلت لكم دي خاصه بمين؟ خاصه بالانتيريور فقط. يبقى الرينجز اللي ممكن اشوفها من على اللينجوال، تمام؟ دول هيبقى عددهم اربعه يا جدع، هيبقى عددهم كام؟ اربعه. بصوا معايا. هتكلم بس عن الانتيريور، يعني انا هرسم هنا كده. سنترال ولاترال ومين؟ وكناين. طيب يا ترى يا ترى يا دكاتره مين اللي انا هعمله ده الكوره دي؟ المنطقه اللي انا هظللها دي مين؟ ايوه دي السنجل، دي مين يا دكاتره؟ السنجل. طيب الليفيشن ولا ديبريشن؟ لا طبعا الليفيشن، انا لسه قايل في الفيديو اللي فات. طب بما انه الليفيشن ليه ما قلتش عليه ريدج؟ لانه نوت لينير، لانه راوند. شرط الريدج ان يكون على شكل فرد. طيب ايه رايك لو كانت المنطقه اللي انا هعملها باللون الاحمر دي ديبريشن منخفض، واللي انا هعملها باللون الاحمر دي ديبريشن منخفض، والمنطقتين دول برضو منخفض ديبريشن، يبقى الباقي ده كله ايه؟ اكيد كله الليفيشن، صح؟ جميل. يبقى اذا المنطقه دي اللي هي باللون البينك دي عباره عن الليفيشن ولا مش الليفيشن؟ عباره عن الليفيشن يا دكتور. طب هي يا دكاتره زي ما انت ملاحظ وانا برسم كده خط ولا مش خط؟ والله عباره عن خط. تبقى هي لينير اليفيشن، وبما انها لينير اليفيشن تبقى ريدج. طب مش الريدج ده موجود على الجوانب؟ اه الجوانب يعني مارجنال. يبقى اذا الريدج اللي انا برسمه ده اسمه مارجنال ريدج. طب احنا عندنا كام مارجنال ريدج في كل سنه على الانجوال؟ عندنا اثنين، واحد على الميزيال والثاني على الديستال. واحد على الميزيال والثاني فين؟ على الديستال. يبقى اول ريدج ممكن اشوفه على اللينجوال اسمه مارجنال رينج. في عندي ام ام ار يعني ميزيال مارجنال رينج، وفي عندي دي ام ار يعني ديستال مارجنال رينج. طيب المارجنال رينج بقى موجود فين؟ في كل السنان؟ لا لحد دلوقتي، ممكن يبقى موجود في كل السنان بعدين.
موجود في السنترال؟ لا. في السنترال واللاترال؟ لا. في السنترال واللاترال والكناين؟ اه. يبقى اذا المارجنال ريدج مكانه على اللينجوال سيرفيس. اوعى تنسى احنا على اللينجوال بس، في كل الانتيريور تي. عظيم قوي. يبقى اول ريدج عندي ممكن اشوف اسمه ايه؟ مارجنال ريدج. لو ده السنجلم فانا عندي خط هنا عالي وخط هنا عالي وخط هنا عالي وخط هنا وخط هنا وخط هنا. الخطوط اللي على الجوانب دي اسمها دكاتره اسمها مارجنال ريدجز، وزيهم من الناحيه الثانيه. طيب ايه رايك في المنطقه اللي انا هظللها باللون البني دي؟ خط ولا مش خط؟ خط. طب وعاليه ولا مش عاليه بالنسبه للمنطقه الحمراء اللي في النص؟ عاليه. يبقى هي خط عالي، تبقى لينير اليفيشن. وبما انها والله لينير اليفيشن فهي ريدج. موجود في اي منطقه مش في الانسايزر؟ اه. يبقى اسمه انسايزر ريدج. يبقى تاني ريدج عندي ممكن اشوفه على اللينجوال اسمه ايه؟ انسايزر ريدج. طيب الانسايزر ريدج ده موجود فين يا دكاتره؟ موجود في الانسايزر سيل في النيولي ربتد انسايزر. وركز كلمه ايه؟ زي الممبرز. نيولي ربتد يعني طالعين جديد. نيولي ربتد انسايزر. وطالما موجود في اللي طالعين جديد بس، يبقى اللي طالعين من زمان ما عندهمش ده؟ اه. لان ده مع العمر يا دكاتره هيحصل احتكاك بين السنان اللي فوق واللي تحت، فالحته العاليه دي هتتاكل وهتتحول من ريدج لايدج، من حته عاليه لحافه شبه حد السكين زي ما هوريك في الصور كمان شويه. يبقى تاني ريدج عندي اسمه ايه؟ انسايزر ريدج. فاعرف كده ان الاي ار الانسايزر ريدج مع الايدج، الايدج يعني العمر، بيتحول لانسايزر ايدج، ايدج يعني حافه. الريدج ويز ايدج بيكم ايدج. الريدج المرتفع الخطي ويز ايدج، ايدج يعني مع العمر، بيكم ايدج، ايدج يعني حافه. يبقى الريدج ويز ايدج بيكم ايدج. طيب نيجي للنقطه رقم 3. النقطه رقم 3 لو جيت تبص هنا، فاكرين الميدل لوب اللي كان في الكناين كبر وعمل هنا ايه؟ مش ليفل ريدج؟ ما هو برضه الدكاتره هيكبر جوه كده ويعمل ريدج. هسميه لينجوال ريدج. هسميه لينجوال ريدج. يبقى تالت ريدج عندي ممكن اشوفه اسمه لينجوال ريدج. طب ده موجود فين؟ فقط في الكناين. سببه تضخم اللوب اللي في النص. يبقى اللوب اللي في النص في الفيديو ده والفيديو اللي فات لما كبر اللي تحت عمل كسر، ولما طلع لبره عمل ليبيان ريدج، ولما دخل لجوه على اللينجوال هنا عمل لينجوال ريدج. لو كانت المنطقه دي منخفض ودي منخفض هيبقى اسمه فص، هنعرفه بعدين. المهم ان المنخفض ده هنا كان منخفض فص احمر، هنا منخفض واحد، لكن بسبب ان ده طلع فالمنخفض ده اتقسم لكام منخفض؟ اثنين. دي المنخفض اهي اهي، هنا اهي برضه دي السنترال ودي اللاترال. هنا بقى بص كده، في منخفض اهو وفي منخفض اهو، وفي حته عاليه في النص. الحته العاليه اللي في النص دي اسمها لينجوال ريدج. يبقى اللينجوال ريدج موجود سنترال وسنترال ولاترال وكناين؟ لا، موجود كناين فقط. يبقى كده كام ريدج ممكن اشوفهم من على اللينجوال لحد دلوقتي؟ ثلاثة. طيب فاضل ايه يا دكتورة؟ فاضل رينج واحد بس. اعرف معلومة ان اي كسب هو مرتفع على شكل غرب، مش ده كسب؟ الكسب هو مرتفع على شكل ايه؟ هرم. الكسب ده اللي هو شكل هرمي بيتكون من ثلاث اجزاء. النقطة دي اسمها كسب تب. اسمها ايه؟ كسب تب، سن الكسب. وفي ضلع كده، ضلع يعني خط، وضلع كده، ضلع يعني خط. الضلع ده مايل كده ومايل يعني سلوب، فاسمه ميزيال سلوب. وده اسمه ديستال سلوب. يبقى عندي ميزيال سلوب وايه؟ وديستال سلوب. طب الميزيال سلوب ده يا دكاتره والديستال سلوب الاثنين دول مش هما خطوط؟ اه خطوط. يبقى الحته دي من الكسب خط والكسب مرتفع، يبقى الحته دي مرتفعه، تبقى دي مرتفعه على شكل خط تبقى ريدج. وبما انها جزء من الكسب يبقى اسمها كسب ريدج. واحد ميزيال يبقى اسمه ميزيال كسب ريدج، والتاني ديستال يبقى اسمه ديستال كسب ريدج. فاي كسب عنده اثنين ريدج، واحد اسمه ميزيال كسب ريدج والتاني اسمه ديستال كسب ريدج. طب مين هنا عنده كسب؟ الكناين بس. يبقى الريدج الرابع والاخير اسمه كسب ريدج. طب الكسب ريدج ده موجود فين في السنان؟ فقط في الكناين. يبقى انا عندي كام ريدج يا دكاتره ممكن اشوفهم من على اللينجوال؟ عندي اربعه. رقم واحد اسمه مارجنال ريدج، رقم اثنين اسمه انسايزر ريدج، رقم ثلاثه اسمه لينجوال ريدج، رقم اربعه اسمه كاست ريدج. تعالى كده نشوفهم واحد واحد ونعرفهم واحنا ماشيين. نبدا اول حاجه
بالمارجن، بعد كده الانسايزر ريدج اللي هيبقى انسايزر ايدج، بعد كده اللينجوال ريدج، وبعد كده في عندي حاجه اسمها الكاسب ريدج. طيب هذا المارجنال ريدج. المارجنال ريدج يا دكاتره هو المنطقه العاليه دي والمنطقه العاليه اللي هي الثانيه دي. طيب عرف لي المارجنال ريدج شكلهم ايه ومكانهم فين. هما تو لينير اليفيشنز، جميل ده الشكل، بريزنت اون، موجودين على اللينجوال ولا الليبيال؟ لا ده على اللينجوال سيرفيس. طب فين؟ قول ميزيال سايد اند ديستال سايد، ناحيه الميزيال والديستال. طيب في اي اسنان؟ في الانتيريور تيث كلهم. يبقى ده اسمه مارجنال ريدج، موجود على اللينجوال سيرفيس وفي انتيريور تيث، ميزيال اند ديستال مارجنال ريدج. تاني واحد عندي اسمه انسايزر ريدج، شايفين المنطقه اللي هنا دي اسمها ايه؟ انسايزر ريدج. طب الانسايزر ريدج دول اهو، واحد في السنترال والتاني في اللاترال، هما المنطقتين العاليين دول. لكن الانسايزر ريدج ده يا دكاتره اللي هو المنطقه العاليه دي مع العمر هيحصل لها احتكاك وهتتاكل بسبب الاحتكاك، وهي هتبقى انسايزر ريدج اهو الحته العاليه دي، لكن باي ايدج مع العمر هتتحول لانسايزر ايدج يعني حافه. واصله يا دكاتره؟ اتمنى تبقى وصلت. طيب نيجي بعد كده، احنا كده خلاص خلصنا مين ده؟ كان الانسايزر ريدج. كان مين يا دكاتره؟ الانسايزر ريدج. نيجي هنا لحاجه اسمها اللينجوال ريدج. هو لينير اليفيشن، مرتفع خطي اكستند بيمتد من السنجلم لحد الكاسبتيب، اوكي؟ موجود على اللينجوال سيرفيس بتاع مين؟ الكناين. وبيقسم الفصه دي لكام فصه؟ اثنين، عشان كده الكناين عندي مش واحده، اللي هي الحفره دي اسمها فصه. على اللينجوال سيرفيس اوف كناين. بعد كده في عندي الكاسب ريدج اللي هو الضلع ده والضلع ده، واحد اسمه ميزيال كاسب ريدج والثاني اسمه ديستال كاسب ريدج، وده موجود فقط في الكناين. ودي كانت الريدجز اللي ممكن اشوفها من اللينجوال. يبقى انا كان عندي كام ريدج بشوفهم من الفيشيال؟ الفيشيال ثلاثه، ليبيال في الكناين، باكل في البريمولر، سيرفيكال في كل السنان. طب من اللينجوال اربعه، مارجنال ريدج في كل الانتيريور، انسايزر ريدج في النيولي ايربتد انسايزرز، لينجوال ريدج بس في الكناين، وكاسب ريدج بس في الكناين. لو لاحظت الكناين عنده ريدجز كبيره، المهم ان هم كانوا فيها اربعه. فاضل عندنا دكاتره الريدجز اللي ممكن اشوفها من الاوكلوزن، ودول خمسه. يعني لو انت ملاحظ كده، ثلاثه على الفيشر، اربعه على اللينجوال، وكام على الاوكلوزن؟ خمسه. نيجي لاخر نوع من الريدجز وهي المرتفعات الخطيه اللي ممكن نشوفها من على الاوكلوزن، كان بقول خمسه. طيب اول واحد عندي والثاني والثالث وسيب الرابع والخامس دول دلوقتي. طالما انا بكلمك اوكلوزال فانا لا بتكلم عن سنترال ولا لاترال ولا كلاين، كل ده لا، انا بتكلم عن بريمولر ومين؟ ومولر. طيب ده كده بريمول عنده كم كاسب؟ تو كاسبس، واحد على البكر اهو اللي هو ده، واحد على اللينجوال اهو اللي هو ده، والجنبين دول هما الميزيان والايه؟ والدست. طيب ده كده عنده كم كاسب؟ أربعة. أدا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. شايفين دي؟ دي التيوبرك لو حد فاكر من الفيديو اللي فات، اللي هي فقط هنا، فمالناش دعوة بيها من هنا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. طيب، أول ريدج موجود عندي اسمه كاسب ريدج، اسمه إيه؟ كاسب ريدج. إيه هو الكاسب ريدج ده؟ أهو. ما إحنا قايلين أي كاسب عنده اثنين كاسب ريدج. اللي هم واحد اسمه ميزيال كاسب ريدج والثاني اسمه ديستال كاسب ريدج، وهنا ميزيال كاسب ريدج وديستال كاسب ريدج. يبقى الكاسب ريدج يا دكاتره هم تو لينير اليفيشن، موجودين في كل كاسب عند الميزيال سايد والديستال سايد، والاثنين بيتقابلوا في زاويه. الزاويه دي هي مين؟ هي الكاسب تيب. يبقى لو ده اسم ميزيال كاسب ريدج فده اسمه ديستال كاسب ريدج، ولو ده ميزيال كاسب ريدج فده ديستال كاسب ريدج، ولو ده ميزيال كاسب ريدج فده ديستال كاسب ريدج. يبقى لو انت عندك سنه فيها اثنين كاسب زي البريمولر يبقى فيها كم كاسب ريدج؟ اربعه. يعني دايما عدد الكاسب ريدجز يساوي ضعف عدد الكاسبس. دي اول نقطه. النقطه الثانيه
هل الكسب ريدجز موجود في كل السنان؟ لا، موجود في كل السنان اللي عندها كسب، يعني موجود في المولر والبري مولر والكناين، لكن مش موجود لا في السنترال ولا في اللاتيرال. عظيم. طيب ده اول ريدج. تاني ريدج عندنا الدكتور اسمه مارجنال ريدج. اسمه ايه؟ مارجنال ريدج. طيب لو كانت المنطقه اللي انت هتشوفها دي كده ديبريشن منخفض، والمنطقه اللي انت هتشوفها هنا دي كده ديبريشن منخفض، يبقى الباقي ده كله ايه؟ الفيشنز. طيب ايه رايك في المنطقه من هنا لهنا؟ خط ولا مش خط؟ خط. مرتفع ولا مش مرتفع؟ مرتفع. تبقى هي خط على شكل ايه؟ مرتفع، يعني تبقى لينير الفيشن. واي مرتفع على شكل الخط اسمه ريدج. واحنا موجودين فين هنا؟ والله موجودين على الجنب، وجنب يعني ايه؟ مارجنال. يبقى الاثنين دول اسمهم مارجنال ريدج، واحد اسمه ميزيال مارجنال ريدج والثاني اسمه ديستال مارجنال ريدج. طب هنا بقى سؤال مهم قوي، هل الميزيال مارجنال ريدج والديستال مارجنال ريدج موجودين في كل السنان؟ ليه يا دكتور؟ لان هما موجودين في البري مولر والمولر على الاوكلوزال، صح؟ بس استنى، انا لسه قايل من دقيقتين ان هما موجودين في السنترال وفي اللاترال وفي الكناين بس على الانكل. يبقى المارجنال ريدجز موجودين في كل السنان ولكن في اماكن مختلفه، موجودين في لينجوال الانتيريور على الميزيال والديستال، واوكلوزال البوستيريور على الميزيال والديستال. يبقى لو انا عملت لك هنا ملحوظه صغيره كده وقلت لك مين الريدجز اللي موجوده في اول تي في كل السنان، فهتلاقي ان انت عندك هم اتنين بس اللي موجودين في كل السنان. الاول كان اسمه سيرفيكال ريدج والتاني اسمه مارجنال ريدج. طيب ايه الفرق بين الاثنين دول؟ ان السيرفيكال ريدج موجود في كل السنان في مكان ثابت وهو على الفيشيال سيرفيس في السيرفيكال بير. طب المارجنال ريدج، المارجنال ريدج ده يا دكاتره موجود في كل السنان ولكن في حاله الانتيريور موجود على اللينجوال اللي هو البينك ده، وفي حاله البوستيريور موجود على الاوكلوزال اللي هو اللي انا بصدله بالاسود ده. طب تعرف تعيد لي تعريف المارجنال ريدج تاني؟ هما تو لينير ايليشنز بريزنت اون ميزيال سايد اند ديستال سايد، على اللينجوال سيرفيس في حاله الانتيريور وعلى الاوكلوزال سيرفيس في حاله البوستيريور. الموضوع في منتهى البساطه شكل ومكان، بس انت تخيل معايا. طيب نيجي للريدج الثالث. الريدج الثالث اسمه تراينجولر ريدج، وهتلاقوا دايما في الورق اللي انا بعمله في الكتاب بتاع الدكاتره عباره عن مثلث اور تراينجولر ريدج. طيب لو انت عندك كده الضلع ده اللي انا برسمه ده، هو ضلع مشترك في المثلثين دول ولا لا؟ انا مثلث وانا مثلث، مش هو ضلع مشترك فيهم؟ وهو اعلى حته في المثلثين، المثلثين دول مش مسطحين، نازلين بميل كده ومن الكسب تلب نازلين بميل كده، وهو اعلى حته في النص، فهو لينير اليفيشن مرتفع خطي، يبقى اسمه ريدج. يبقى اسمه ايه؟ ريدج. وريني كده مكانه، مش دي الكسب تلب وده نص الاوكلوزر؟ في هنا مرتفع خطي بيمتد من الكسب تلب لنص الاوكلوزر اهو في المثلثين دول كده. الحته العاليه اللي في النص دي اسمها تراينجولار ريدج. اسمها ايه؟ تراينجولار ريدج. كل كسب عنده تراينجولار ريدج. هنا كام تراينجولار ريدج يا دكتور؟ هنا اثنين اهو، انا واحد وانا الثاني، ماشي؟ يبقى كده تراينجولار ايه؟ ريدج الاريا. وهنا بقى ده مولر، يبقى في كام تراينجولار ريدج؟ عدد التراينجولار ريدج يا دكاترة بيساوي عدد الكسبس. يبقى هنا في كام تراينجولار ريدج؟ 4 تراينجولار ريدجز. كام تراينجولار ريدج؟ 4 تراينجولار ريدجز. طيب هل كل السنان عندها تراينجولار ريدج؟ لا. طب هل كل السنان اللي عندها كسب عندها تراينجولار ريدج؟ برضه لا. هو التراينجولار ريدج موجود في كل المولرز وكل البري مولر، لكن الكناين عنده كسب لكن ما عندوش تراينجولار ريدج. اسمه هنا ايه؟ اللي كان بيقسم الفص ده، اسمه اللي في النص ده، اسمه لينجوال ريدج. اسمه ايه؟ يبقى كل كسب عنده تراينجولار ريدج ما عدا مين؟ الكسب اللي ما عندوش تراينجولار ريدج، الكناين عنده ايه؟ عنده لينجوال ريدج. المهم كده في كام ريدج موجودين على الاوكلوزال؟ في كسب ريدج ومارجنال ريدج وتراينجولار ريدج، دول موجودين في كل البوستيريور، اول بوستيريور.
يعني لما اجيب لك اي سنة بوستيريور بري مولر او مولر ابر او لور واقول لك كل الرينجز اللي موجوده على الكتره تقول لي والله كل كسب عنده 2 كسب رينج وعلى الجنبين في مارجنال رينج ومن الكسب تب للسنتر اوف كلوزال ديسنت يعني بينحدر كده رينج اسمه تراينجولار رينج ماشي. طب هل في حاجه ثانيه؟ لا بس اللي هو ازاي هو ما عادش حاجه جديده هنرسمها ولكن ركز بقى في اللي جاي بقى. لو انا عندي تو تراينجولار رينجز مين تو تراينجولار رينجز اتنين من ده يعني واحد وواحد وقام حاصل بينهم انا كاتره يونيون يعني ايه يونيون التحموا وده الشرط لازم يلتحموا لازم يلتحموا لازم يلتحموا حصل بينهم يونيون وكانوا opposing to each other يعني كلمة opposing متقابلين او كانوا non opposing يعني non opposing غير متقابلين الشرط الاول ان هم اصلا ايه يلتحموا لو التحموا وهم متقابلين ولو التحموا وهم غير متقابلين لو التحموا وهم متقابلين زي ما هيحصل هنا كده اهو يبقى دول اتنين تراينجولر بس عاملين رينج واحد كبير بيمتد من الكاسب تيب دي للكاسب تيب دي اسمه ترانسفيرس رينج اسمه ايه؟ ترانسفيرس رينج يبقى الرينج الرابع اسمه ترانسفيرس رينج يبقى ايه هو الترانسفيرس رينج؟ هو مش حاجه جديده هو اتنين تراينجولر رينج التحموا مع بعض وكانوا متقابلين موجود فين؟ موجوده دكاتره دايما دايما في اللور فور ماشي وفي اللور فايف لو كان عنده 2 كاسب لكن لو كان عنده 3 كاسب فاكرين ان انتوا 2 كاسب 3 لو عنده 4 لو 5 لو مش هيبقى موجود هنعرف الكلام ده بعدين واحيانا في اللور 7 واحيانا في الابر 4 والابر 5 احيانا لكن اكتر حاجه دايما اللور 4 واللور 5 خلاص مش مهم المكان دلوقتي يعني انت وانت لسه طالب بتسمع الكلام ده لاول مره طبيعي ما تبقاش عارف ده وعلشان ادخل واحفظه لك او افهمه لك هنضيع وقت كتير فكده كده اما ناخد كل سنه بالتفصيل في الشابتر الجاي هتلاقي نفسك الكلام ده بقى كلام فاضي اعرف بس ان لو في اتنين تراينجولار ريتش التحموا مع بعض وكانوا قصاد بعض يعملوا حاجه اسمها ايه؟ ترانسفيرس ريتش طيب مش الكسب ده مقابل للكسب ده؟ والكسب ده مقابل للكسب ده؟ طب ده نازل منه تراينجولار ريتش وده نازل منه تراينجولار ريتش والاحمر ده نازل منه تراينجولار ريتش وده نازل منه تراينجولار ريتش شوف بقى اللي حصل هنا ايه؟ حصل الالتحام بين ده وده هل الاثنين دول هو ده؟ قلنا مقابل لده راح التحم مع مين بقى؟ مع ده يبقى دول اثنين متقابلين اللي ده انا ماشي عليهم دول ولا غير متقابلين؟ لا لانه الطبيعي ان ده قلنا مقابل لده وده مقابل لده حصل الالتحام بمين كده؟ يبقى ده اسمه اوبليك ريتش يبقى اسمه ايه؟ اوبليك ريتش يبقى لو حصل التحام بين اثنين تراينجولار ريتش نون اوبوزنج تو ايتش اذر يعمل لي حاجه اسمها اوبليك ريتش يعني لو ده البك وده الميزيان وده الديستال وده اللينجوال حصل التحام بين ده ده اسمه ايه؟ ميزيو لينجوال وبين ده اسمه ايه؟ ديستو بكر لو حصل بين الميزيو لينجوال من يمنا والديستو بكر من اليمنا الثانيه يقوم يعمل لي الريتش ده اللي اسمه ايه؟ اوبليك ريتش وده بيبقى موجود يا دكاتره في الابر 6 والابر 7 والابر 8 بس واي حاجه في الابر 6 في الابر اي ماشي بس ما لناش دعوه بالسي دوس دلوقتي برضه ما تحفظش الاماكن كل اللي عايزك تعرفه لو انا عندي اثنين تراينجولار ريتش التحموا قصاد بعض وكانوا متقابلين والتحموا ترانسفيرس ولو كانوا غير متقابلين يبقى اسمه اوبليك ريتش طيب نركز كده الريجس اللي موجود على الكلوزر كان فيه كاسب ريتش انيشال كاسب ريتش وديستال كاسب ريتش وعلى الجنبين في مارجنال رينج وفي تراينجولار رينج ولو اثنين تراينجولار رينج التحموا وكانوا متقابلين يعملهم ترانسفيرس رينج ولو اثنين تراينجولار رينج التحموا وكانوا غير متقابلين يعملهم اوبليك رينج طب لو بصينا هنا كده كل كاسب عنده انيشال كاسب رينج وديستال كاسب رينج يبقى الكاسب رينج ده موجود في كل السنان على السنترال واللاترال طب على الجنبين هنا في حاجه اسمها مارجنال رينج في حاجه اسمها دكاتره مارجنال رينج اللي هو على الجنب ده دي نص سنه طيب بعد كده في عندي من الكاسب تب النص الاوكلوزال السند كده بينحدر مرتفع خطي
اسمه تريانجولار رينج. يبقى التريانجولار رينج هو لينير اليفيشن، مرتفع خطي ديسنت بينحدر من الكاسب تيب بالنص الاوكلوزال سيرفيس، اسمه تريانجولار رينج. هنا كام تريانجولار رينج؟ هنا 5 تريانجولار رينج، هنا 5 تريانجولار رينج، ماشي؟ طيب لو انت جيت تبص هنا كده هتلاقي عندي 5 كاسبس، علشان افهمك بس يعني ايه السند بينحدر. بص على الفيديو ده اللي احنا شفناه من شويه، ده كده تريانجولار رينج. كل الحاجات اللي نازله بميل دي اسمها ايه؟ تريانجولار رينج. طيب بعد كده بقى ترانسفيرس رينج وبليك رينج. ايه هو الترانسفيرس رينج؟ هو يونيون اوف تو تريانجولار رينج. وايه الاوبليك رينج؟ هو يونيون اوف تو تريانجولار رينج. يبقى ده التحام اتنين تريانجولار وده التحام اتنين تريانجولار. لو كانوا اوبوزنج تو ايتش اذر متقابلين يعملوا ترانسفيرس رينج، ولو كانوا نوت اوبوزنج غير متقابلين، لان ده مقابل لده، لكن راح التحم مع ده اللي هو ناحيه اللينجوال والميزيال، التحم مع اللي ناحيه البكال والديستال، يبقى ميزيو لينجوال مع ديستو بكال، يعمل حاجه اسمها اوبليك رينج. تمام؟ طيب يبقى هنا كده ترانسفيرس رينج. لو انت جيت تبص مثلا على السنه دي بري مولر، ده لور فور اهو، انا كاسب ولا كاسب، بص في النص كده لحمه مع بعض اهو. طيب وفي الابر 6 بص هنا كده، انا تريانجولار ريتش وانا تريانجولار ريتش، وادا واحد وادا واحد، دول بقى اللي لحموا مع بعض اهو. يبقى ده كده اسمه ترانسفيرس وده اسمه ايه؟ اوبليك ريتش. وكده يا دكاتره بنكون خلصنا الفيديو رقم 8. تمام؟ اتمنى تكونوا فهمتوه. الريتشز كانت من المواضيع اللي اتمنى اكون سهلتها عليكم، ولو كده ركزت معايا هتلاقي ان الاليفيشنز المرتفعات عباره عن يا لوب يا تيوبركل يا ريتش، واللوب عباره عن يا ماميلون يا سنجلون يا كسر، والكسر عباره عن انامل ودنتن وبول، ده اللوب. طب الثاني تيوبركل عباره عن فقط انامل، يا اما اسمه تيوبركل اوف كارابيلي موجود في الميزيولينجوال كسر بتاع الابر 6 وزيه الابر 8، يا اما لينجوال تيوبركل موجود على لينجوال الانتيريور في احيان نادره خصوصا الابر سي، يا اما زوكر كاندل تيوبركل موجود على البكر بتاع الابر دي واللور دي اللي هم الفيرست ديسيدوس مولر. تمام؟ ده التيوبركل. يا اما النوع الثالث اللي احنا لسه مخلصينه وده اسمه ريتش، والريتش ده هو عباره عن مرتفع خطي بشوفه يا اما من الفيشيال يا اما من اللينجوال يا اما من الاوكلوزال. على الفيشيال بشوف 3 وعلى اللينجوال بشوف 4 وعلى الاوكلوزال بشوف 5. التلاتة اللي على الفيشل، واحد اسمه ليبيا رينج موجود في الكناين، والتاني اسمه باكر رينج موجود في البري مولر، والتالت اسمه سيرفيكال رينج موجود في كل السنان. وعلى اللينجوال بشوف 4، واحد اسمه مارجنال رينج موجود في كل الانتيريور على اللينجوال، والتاني اسمه انسايزر رينج موجود في النيولي كرابتد انسايزرز سنترال ولاترال بس، ووز ايج بيتحول لايج، والتالت اسمه لينجوال رينج من السنجلر للكاسب تيب موجود في الكناين، والرابع اسمه كاسب ريج ميزيال كاسب ريج وديستال كاسب ريج موجود بس في الكناين. وعلى الاوكلوزال بشوف 5، واحد اسمه ميزيال وديستال كاسب ريج، والتاني اسمه مارجنال ريج ميزيال وديستال، والتالت اسمه تريانجولار ريج، والرابع والخامس ما هما الا اثنان من التريانجولار ريجز وحصل بينهم يونيون، لو كانوا متقابلين فاسمهم ترانسفيرس ريج، ولو كانوا غير متقابلين فاسمهم اوبليك ريج، بس الشرط ان يحصل بينهم يونيون. اتمنى تكون الفيديو ده، ويبقى كده فاضل لنا اتنين فيديو بس اللي هو التاسع والعاشر، ونخلص كل الانترودكشن ان شاء الله، وربنا معاكم ويوفقكم يا دكاتره.